السلام عليكم كل سنه وحضراتكم طيبين رمضان كريم عليكم على مصرنا الحبيبه على الامه العربيه والاسلاميه ويا رب يتقبل صالح اعمالكم ويسعدكم ويرضيكم ويكرمكم وربنا يفرح قلوبكم الحياه ده شهر عظيم شهر بنستناه ويعني بيبقى كل املنا ان ربنا يتقبل صالح اعمالنا وفي أول حلقة معايا ضيفة يعني أنا عايزة أقول إيه بنتي أو بنت أخويا فنانة ابتدت كبيرة الحقيقة أول ما شفتها أنا ما كنتش أعرف مين البنوتة دي صدقا فسألت فعرفت معايا بنت محترمة راقية مبدعة ممثلة شاطرة قوي قوي ممثلة من العيار التقيل لدرجة أنا بقول إنها مش شبه جيلها هي بتفكرني بالأكابر الأساتذة اللي اتعلمنا منهم فن التمثيل بنت جادة جدا و... يعني وأنت بتتفرج عليها لازم تسأل إيه ده؟ مين دي؟ دي واقعة من الزمن الجميل اسم الله عليها كمان أمرايا بتفكرني بجمال النجمات الكبار نادية لطفي ميرفت أمين الأمارات بتوعنا دول. الفترة الأخيرة كان ليها أكتر من عمل ملفت وهي تحديدا كانت ملفتة جدا جدا وأكتر من ناقد والسوشيال ميديا كلها كانت بتسأل إيه القمر دي؟ مين البنوتة الشاطرة قوي دي؟ فاتصلنا بيها وقلنا لها من فضل حضرتك ممكن تشرفينا علشان الناس كلها تتعرف عليكي وخاصة كمان إن ليها عمل في رمضان وعامله دور مهم جدا فلازم تستنوها معايا النجمه المبشره الخلوقه الراقيه ندى فقيه يا نودي ازيك؟ الحمد لله ميرسي قوي على كلامك والله حبيبتي يعني. انا انت شايفاني انا ما مسكتش سكريبت اقول منه انا بقول اللي في قلبي حبيبتي وانت تستاهلي كل خير لانك بجد شاطره قوي شهاده يعني انا مبسوطه قوي والله ميرسي جدا ربنا يخليكي طيب الناس بقى قبل ما نقعد نتكلم في العظمه اللي انت عاملاها في في الفتره الاخيره مين ندى فقيه ودرست ايه ندى فقيه وجنونه الفن يعني هي ازاي جت في دماغها وقررت انها تكون ممثله انا خريجه معهد فن المسرحيه تمثيل واخراج بس هو يعني انا من وانا صغيره جدا اشوف جد واشوف بابا و... ببقى معاه في وكده وببقى مبسوطه لا قوي طالما جبنا سيره جده <applause> وبابا لازم نقول مين جده ومين بابا جدو محمود فقيه وبابا سمير فقيه فانا كنت ببقى معاه وانا صغيره محمود فقيه وسمير وسمير فقيه دول من اكابر الاعلام ومصور باباكي يعني من اعظم المصورين الصحفيين في العالم العربي كله الحقيقه علاوة على أنه سمير بيتمتع بخلق ورقي وتقدر تقول بقى إيه مش بس فنان كبير لا صاحب صاحبه جدع إنسان فنان بقى حدث ولا حرج وصديق أو أخ للوسط الفني كله الحقيقة بس هعتب عليه بعد شوية هقول لكم ليه بعد شوية <تضللي حاجة> تفضلي يا <حاجة> بس أنا كنت بحب أشارك بقى كان في مهرجان سينما الطفل فكنت بحب اشارك في الحاجات دي وكان نفسي امثل جدا من وانا صغيره يعني بس بعدين لما خلصت ثانويه عامه بابايا قال لي خلاص انت عايزه تمثلي ندخل المعهد بس بشكل شرعي تدرسي فن التمثيل مم. في المعهد العالي للفنون المسرحيه بالظبط دخلت المعهد وبس وبدات بقى امثل يعني اساليني ليه انت بتعتبي على بابا اه ليه صح ليه بقى؟ سمير الحقيقه ما م... 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 بيدعمش ندى واحد غيره، أولا الوسط الفني فني كله سمير ليه عنده جمايل، يعني سمير صاحب واجب مع كل الزملاء الحقيقة، وقف جنبنا كلنا إحنا يعني جيل واحد فهو من البدايات يقف جنب إخواته جدا 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 الفنانين إيه بناته وولاد ويدعم ويزق ويشد وي... ويوصي سمير شايل إيده خالص من إنه يدعمك أه لا بيكلم لدرجه انا بقوله يا ابني كل المخرجين صحابك واولادك يقول لي ماليش دعوه يا ابني كل النجوم والنجمات انت صاحب فضل عليهم انا ماليش دعوه يعني بابا أه يعني شايل ايده خالص من فكره انه يتوسط لك او يدعمك والحين انت مش محتاجه واسطه بس برضو يعني ايه المانع ليه بابا اللي. مش 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 سبورت كده هو لا هو سبورت بس هو فكره انه هو لو انت شاطره انت هتطلعي بموهبتك آه ممكن مثلا انا اقول له آه في حد مثلا بيعمل مسلسل مش عارفه ايه يكلمني يقول لي آه خلاص انت قدمتي قدمي ولو خلاص هو لو انت شاطره اه يعني داشنز كده ومش بابا يعني ممكن يكون يوصي عليا شويه اللي هو حد مثلا اعرف يعرفه مثلا او صاحبه بعد يوصي ما في الم... قال لي قال لي تبقى جوه المسلسل يعني بالظبط يعرفوا ان انا باباها لكن قبل ما تروح مسلسل انا اكلم حد واقول له انا عندي بنت قال لي استحاله اعمل كده ايوه فسمير لا مش استحاله حق حقها يعني ده حق بنتك وانا بقومها اهو وانا صراحه مش من النوع اللي هو بروح اقول انا بنت سمير فقيه لا هو مثلا يقول لي طب صورتي مع حد مثلا قلت له ان انت بنت سمير فقيه اقول له لا ما قتلوش. انت كمان <applause> طب انت خيبانه انت <applause> يعني مش بابا بس اللي مقصر انت كمان مقصر بس الحقيقه فاكره لما انا كتبت لك <applause> انا يعني انا كتبت لها مره على فيسبوك ايوه دي حقيقه لان كنتي مبهره يعني اخر اعمالك كان حدوته <applause> منسيه كلميني طيب عن الدور ال المجرم ده وانت يعني البنوته اللي قاعده قدامنا دي مش هي خالص اللي هتشوفوها ب... لا ملامح ولا مش دي خالص يعني انتي كنت مبهره يا بنتي واقسم بالله انتي اي ممثل يقف قدامك لازم يعمل لك حساب واعتبار لانك تبدو كده ان انتي يعني طيب انتي ممثله غول قدام الكاميرا وبتتلوني انتي بتبقي حد تاني فكلميني عن الدور وصعوبته هو دور شمس بصراحه اول ما اتعرض عليا انا انبسطت جدا انه انا دايما محطوطه في دور البنت الكيوت اللي ما بتعملش حاجه رقيقه فدور شمس مختلف بابا اهو جميل سمير سمير فقيح حبيبنا واخونا ربنا <applause> يديله الصحه والعافيه حبيبتي خلي فلما اول ما جالي الدور اتحمست جدا وحسيت انه اه انا لازم اعمل الدور ده آه وقعدت مع المخرج وقعدنا نتكلم في تفاصيل الشخصيه وان هي المفروض ان هي بتشتغل في الزباله بتفرز الزباله فهي اكيد شكلها مش مش يعني المفروض بنت تصرفي بقى. <applause> بنت في الشارع طول الوقت يعني فوسناني واسناني على اسناني سفرتها في المسلسل حاولنا على قد ما نقدر ان كل الـ الـ الوقت السناني تفضل لان هي ميك اب فاوقات كانت بتروح استاذ محي كان ينده انه سنانك صفرة اشتغل كل التفاصيل خلوا سنان قاذرة لو سمحتوا <applause> فبس اتحمست جدا للدور و و وانبسطت جدا بردود فعل الناس كمان على السوشيال ميديا كانت مقلوبه عليكي وبتسال مم. ايه القمر دي والحقيقه كمان النقاد و... و... وحاجه تفرح ان النقاد والجمهور العادي اللي ما يعرفكيش يجتمعوا ان انتي حد عظيم واستنوها يعني استنوا ندى فقيه هتبقى من اكابر الفن المصري وزبور يا بنتي والله بالزمن وبالوقت انت هتبقي إيه علامه مهمه يعني حقيقي لانك شاطره يعني ربنا أخليك. يعني ربنا يكرمك يا رب اشتغلت كمان مع نجوم كتير قوي اشتغلت مثلا مع الفنانه النجمه مي عز الدين كلميني عن مي بقى وعلاقتك بيها واعتقد النجمه مي عز الدين هي اللي رشحتك اه بالظبط مي جميله جدا يعني اخت وكانت اول في الاول خالص دعمتني اول تصوير مع بعض كتبت لي بوست بعدها وقالت انه استنوها وان هي اللي اللي تعرض لها كانه تعرض لي فمي كمان كانت بتدعمني جدا وتعلق لي على حاجات مثلا اللي هو لا ما تلبسيش كذا يا ميوشة يا مي <applause> اسمعي يعني ايه كلام الجميل جميلة قوي يا رب مي. تسمع مي نجمة كبيره جدا مم. جدا الحقيقة ودقوبه وهي كمان يعني ما وراهاش في حياتها غير فنها مم. يعني زي بالظبط <applause> هي كمان. صراحه دايما كانت بعد المسلسل كمان بتبقى معايا على تواصل وتقول لي اشتغلتي لا اعملي كذا الاول و يعني, في يعني دايما اه دايما تديني نصايح صراحه يعني تحيه كبيره للنجمه مي عز الدين مية. نجمه مية. كبيره ومنتظرينها للاسف هي مش هتكون معانا في رمضان. رمضان ده بس مستنيينها ان شاء الله, إن شاء الله. في اعمال مهمه جدا إن شاء الله. و... هي وندى يعني إن شاء الله. حد قال لك انكوا فيكوا شبه من بعض في الاول اه يعني كان في التصوير كانوا بيقولوا شويه ان انا شبهها يعني في البدايه بالظبط بالظبط طيب هستاذنكم نروح فاصل ونرجع تاني نكمل كلامنا مع النجمه الواحده ندى فقيه مية. لسه معانا الوعادة النجمة ندى فقيه ندوشة اشتغلنا اشتغلتي مع كمان نجمة كبيرة جدا الأستاذة سوسن بدر كلمي عن سوسن أنا كان حلم حياتي إن أنا أشتغل معاها كلنا الصراحة. يعني ده حلم حياتنا كلنا <applause> هي جميلة جدا و, و... ودايما واخدة بالها من تفاصيل كل حاجة، كل جملة بتقولها و... ولازم انتي كمان تبقي واخدة يعني هي لو بتقولي جملة مثلا تقولي بصي أنا المفروض أنا بقولك إن انتي تعبانة فا فا اديني خل... ده فهي صراحة كمان يعني أستاذة أستاذة فعلا يعني أه ومن النجوم كمان الأستاذة رغدة اه واللي برضو أشهدت جدا جدا بيكي وبشغلك أستاذة رغدة دي حبيبتي يعني أمي برضو هي من الناس اللي كانت دايما واقفه معايا و... وتقول لي برضو كلهم بيدوني صراحه مسرحية الأم اه شجاعه آه كانت هي برضو من الناس اللي, اللي تقعد تقول لي آه انا عايزاكي تبقي شويه حطي الوان اعملي تشوفني مثلا حطي حاجات اه المسرح بيحب بتاخد بالها برضو من كل التفاصيل يعني آه كان ليكي برضو تجربه مسرحيه آه آه انتاج وزاره الثقافه واتعرضت في صفحه او على قناه وزاره الثقافه كلميني برضو عن التجربه الحلوه دي آه دي كانت اصلا مسرحيه انا كنت عملتها مع دكتور اشرف زكي طبعاً. آه في المعهد مسرحيه التخرج يعني وبعدين دكتور اشرف زكي كانت آه كانت المسرحيه عجباه جدا وهي كانت كوميدي فبعدين لما لما لعلمك اشرف كوميديان مرعب آه أيوة. يعني حقيقي وكان اخرج لي انا وياسر جلال <applause> آه في المعهد كنا في سنه ثالثه <applause> وكان برضو آه مشروع اللي هو بنمتحن بيه فاخرج لنا ياسين وفهيه <applause> <applause> وهي المفروض حاجه ملحميه ورومانسيه مش عايزه اقول لك بقى ياسر كان كوميديان كمان خلى ياسر يعمل كوميديا وكان في مفاجات على المسرح يعني بس تحيه كبيره طبعا لسياده النقيب دكتور اشرف زكي ومربي اجيال يعني بس حقيقة. طيب طموحك ايه والله أنا نفسي أعمل حاجة يعني يعني أبقى معروفة أن أنا بعمل حاجات كويسة حاجات انت مختلفة وعملتي ومع إن في بداياتك لكن أنت ما شاء الله كل عمل بتعمليه في بصمة انت السنه دي في رمضان ايه؟ يعني هنتفرج بقى النهارده عليه ان شاء الله مم. اول حلقه آه مسلسل صدفه صدفه مم. مع استاذ خالد صاوي واستاذه ريام حجاج آه ريهام كمان بتدعمك قوي مم. جدا يعني طبعا تحيه كبيره لخالد الصاوي زميلنا الراقي المحترم والاستاذه آه ريهام برده حجاج مم. انا ببارك لهم هما الاثنين وبارك لكل طبعا زمايلنا في مسلسل صدفه اخراج الاستاذ سامح عبد العزيز, سامح عبد العزيز كمان عبد العزيز. وتاليف أستاذ أيمن؟ أه أستاذ أيمن سلامة أيمن سلامة آآ أيمن آآ دفعتي وأستاذ سامح عبد العزيز أستاذ كبير فتحية لكل صناع العمل كمان ريهام الحقيقة بتدعمك أه هي صراحة اللي رشحتني لدور شمس ودور أروى في الصدفة هي بصراحة دور شمس اختارت لي دور أنا يعني قالت أنا شايفاها تعمل الدور ده الله ودور أروى برضو قالت الدور حلو الدور يعني دور صغير بس هو دور حلو يعني بالنسبة لها مش مشكلة أنت الحب أنت الدور الصغير بتصنعي منه دور كبير هو عجبني كمان لأنه مختلف تماما عن شمس يعني شمس كانت شخصية وأروى هتبقى شخصية تانية خالص هتفاجئينا يعني النهارده ان شاء الله في صحيح. اول حلقه من صدفة أه انا يعني متشكره لوجودك ويا رب اقابلك دايما وانت محققة اكتر من احلامك وانت نجمه مهمه ومصر ولاده بالشباب اللي زي الفل زيك أه وتحيه كبيره قوي لكل صناع كل الاعمال الدراميه السنه أه دي الدراما المصريه شيء عظيم والحقيقه هي دايما الدراما المصريه شيء عظيم بس السنه دي في جرعه عظيمه بقى ما بين تاريخي وما بين فانتازيا وامبراطوريه ميم لو سمحتوا أيوة. <applause> والحشاشين وجدور وصدفه وبوكيه كبير جدا جدا حاجه كمان فرحانه قوي ان المتحده الشركه المتحده بتنتج السنه دي مسلسل لاثنين من الشباب ودي فرصه لجيلكم يعني قد ايه يعني شكرا للشركه المتحده انها بتدعم الحقيقه الشباب وبتديهم فرص كبيره حقيقيه مسار اجباري احمد داش وعصام عمر مه. صح ايوه صح ف... فيا رب ان شاء الله نشوف عمل كبير ان شاء أوه. الله برضو ودائما الشركه المتحده بتدعم الموهوبين والوجوه الجديده وبتقدم فن عظيم لمصر وللعالم العربي كله شكرا يا حبيبتي شرفتيني بس وأنستيني انا مبسوطه جدا وانا يا روحي للأسف الفقرة الحلوة دي خلصت استنوني الفقرة الجاية بإذن الله هتعجبكم